ما قلت لكم منذ لحظات، المصري مع الكابتن ميمي عبد الرازق وجهازه المعاون اللي فيه اسماء كبيره ومحترمه جدا عاملين اداء كبير وملفت جدا مع المصري جدا. تحس بقى المصري اللي انت كنت متوقعه في اول الموسم، يعني في اول الموسم مع التشكيله مع الامكانيات كنت حاسس ان المصري هيعمل موسم عظيم جدا. جم هم بقى في نص الموسم او الربع الاخير في الموسم وعملوا نتائج واداء رائع جدا اللي كان المفروض المصري يعمله من اول الموسم. فتحيه لهذا الجهاز الفني الرائع، وتحيه ايضا للكابتن الكبير كابتن طارق السيد مدرب فريق المصري البورسعيدي. يا كابتن طارق مشرف ومنور، اداء كبير جدا ومليون مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك حبيبي يا نجم، وحشني جدا. وانت وحشني عادتك في الاستوديو والله يا حبيبي، وانت وحشني جدا، بس انت منور ارض الملعب وعاملين شغل عظيم جدا يا كابتن طارق. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ربنا يخليك يا كريم. انتوا مستلمين مهمه ثقيله، المصري بجماهيره بنتائج كانت بعض الشيء مش جيده منذ بدايه الموسم، ولكن النتائج تحسنت كثيرا 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 لما توليتوا المهمه. الحمد لله رب العالمين. كان الجهاز ده شكل غريب جدا، وقت صعب جدا جدا جدا، والتوليفه نفسها لو قعدت تجمعها من هنا للسنه الجايه كنت تعرف تجمعها بالشكل ده. صح فني قدير، وكلها اسماء كبيره، مدير فني قدير جدا ومحترم جدا، وانا فوجئت بشغله، فوجئت بفكره وبطريقه تعامله مع اللعيبه وبالشغل اللي بيعمله في الملعب الدكتور ميمي عبد الرازق. معاه جهاز فني محترم، كابتن احمد الكاس، كابتن محمد معوض، كابتن خالد، كل الجهاز الفني والاداري والعمال. جهاز فني الحمد لله رب العالمين اتكون بشكل محترم جدا. مجلس الاداره حط ثقه فينا بصوره مؤقته لنهايه الدوري. الحمد لله رب العالمين. حاولنا واشتغلنا وتعبنا جدا 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 كوحده واحده، قدرنا نوصل بالنادي المصري للمرحله اللي هو فيها دلوقتي. وقد ايه الواحد سعيد، وقد ايه الدكتور ميمي سعيد، والجهاز كله سعيد اللي وصلنا له دلوقتي. على الرغم ان انا من بيني وبين نفسي والجهاز كله، ويمكن الدكتور ميمي بيقول الكلام ده، احنا لحد دلوقتي لسه ما عملناش حاجه. لان احنا الحمد لله ماشيين، يمكن النتيجه اللي احنا يعتبر حققناها هي ان انت تعتبر دلوقتي ان شاء الله بقيت خامس دوري بنسبه كبيره، هتنهي في المكان ده. بننافس في بطوله كاس مصر، وصلنا دور الثمانيه الحمد لله. كاس الرابطه لسه ما وصلنا النهائي، وماتش صعب جدا ضد نادي سيراميكا. حققنا تارجت واحد من الحاجات اللي احنا كنا مترجتينها من اول ما جينا، انما لسه الباقي لسه الحمد لله رب العالمين. في كلمه حلوه بتتقال كده، مع الشغل والتعب والمجهود وعلى نياتكم ترزقون. صح، 100% 100% يا كابتن طارق. انتم مكملين خلاص ان شاء الله الموسم اللي جاي، مظبوط اتفاق مع الاداره؟ لا، لحد دلوقتي احنا جهاز مؤقت. لحد دلوقتي جهاز مؤقت. طب ده كلام يعني انتوا المفروض تشتغلوا بقى؟ لا، هو مش هو على يعني فكره في كلام، بس برضه بس عشان الكلام يبقى ايه واضح، يبقى محدد. في كلام ان احنا مكملين، انما عقود وقعده والكلام ده لسه ما حصلتش ما بيننا وبين المجلس. فعشان كده بقول لك احنا لحد دلوقتي جهاز مؤقت، انما مش ممكن ما يبقاش عيب في المجلس ولا عيب فينا ولا عيب في حد، لان احنا جينا بدون شرط وقيد. سواء الدكتور ميمي ابن من ابناء بورسعيد، الجهاز الفني كابتن احمد الكاس، الدكتور ميمي طلبه قال له تعالى، طارق السيد طلبه قال له تعالى، محدش فينا حط شرطه على حط قيد. النادي المصري اسم كبير قوي، لما بتشتغل فيه انت كانك بتشتغل في انديه القمه. فما عندناش مشكله خالص في اي حاجه. صحيح. انما فكره مؤقت دي ده لحد دلوقتي. بكره في ايه الله اعلم. صحيح. كابتن طارق السيد مدرب فريق المصري البورسعيدي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. جهاز فني محترم وجهاز فني كبير كبير.